استقطب مشروع سواد تابع لجمعية المودة الخيرية مواهب شبابية واعدة وأخضعها لورشات عمل تدريبية ليمثلوا فريق محافظة الحسكة للمشاركة في مسابقة الذكاء الصناعي لليافعين، والتي ستقام خلال الفترة القادمة في محافظة اللاذقية بمشاركة عدة فرق من المحافظات السورية. نحن مشروع خاص بتنمية مهارات وتطوير مهارات الشباب واليافعين من عمر 10 سنوات وحتى عمر 24. قمنا باستضافة المبادرة الخاصة بالذكاء الصناعي هاكاثون الحسكة، طبعا لأول مرة يتم تنفيذها بمحافظة الحسكة. قمنا بتأمين كافة الأمور اللوجستية الخاصة بهذه المبادرة. الهدف من فعالية هاكاثون الذكاء الاصطناعي هو التجربة العلمية السريعة لحتى ندخل فكر الـ AI للمشاريع بشكل عام، لأن الذكاء الاصطناعي هو داخل بكل المشاريع اللي عم نستخدمها بموبايلاتنا، بالبيوت، بالكاميرات وغيرها، لكن نحن كمجتمعات لسه ما عم ندخل هذا الفكر بشكل عام. فالفكرة أنه نحن ندخل الذكاء الاصطناعي ضمن فكر اليافعين، ندخل أنه يصيروا بيعتمدوا عليه بالتفكير بالمشاكل بالحلول وهيك شيء. فكرة التطبيق هي فكرة أنه شلون يكشف البرنامج أو التطبيق الأمراض الموجودة بجسمك عن طريق بصمة الإصبع. سوينا نحن فكرة أنه نسوي برنامج مشان نضبط النطق بجميع بجميع اللهجات. فكرتنا كانت استخدام الطائرات المسيرة، تقنيات AI أنه نحن نخليها تعرف الأراضي الصالحة للزراعة من الأراضي غير صالحة للزراعة، وتحديد الآفات الزراعية بعد زراعتها. المشروع الذي تشارك به محافظة الحسكة للمرة الأولى يقوم بتدريب المشاركين على تطوير أفكارهم، ويبدأ بالمرحلة الأولى التي تشمل تصميم الأفكار، ومن ثم مرحلة التطبيق العملي للتصميم والبرمجة للذكاء الصناعي وتحويل تطبيق الفكرة إلى استثمار تجاري يمكن الاستفادة منه. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.